الله طلع باسمه الجميل، وأسأل عنه دائما، الذي لقبه علي الغامدي بشافي، وأنا ألقبه بالقلب الطيب النقي الجميل اللي على قلبه على لسانه، هذا اللي يعجبني في هذا الشخص. عيد زايد يا هلا. حياك الله يا عايض، امورك زينه؟ هو اخر متسابق معنا صح؟ صح؟ يلا عايض امورك زينه انت؟ جاهز؟ 400 نقطة ولا ظرف؟ كيف؟ افتح المايك. بطاريات؟ خلي الكاميرا علي لا تحطها. لا 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 اموره زينه شباب الحين الصوت كيف؟ خلاص اشتغل اشتغل اشتغل. يلا سؤاله على الشاشة يقول: متى كان افتتاح ملعب الجوهرة؟ الجوهرة المشعة، وهو أو هو أستاذ مدينة الملك عبد الله بجدة، 2014 أو 2015؟ متى كان افتتاح ملعب الجوهرة بجدة؟ 2014 أو 2015؟ تذكر، عد إلى السنوات. والله ما للأمانة ما أعرف أنا الملاعب في المملكة العربية السعودية غير ملعب الملك فهد وغيره. أيوة هذا ملعب، طبعا الملعب في الرياض اللي في جدة طبعا 2014. مساوي ها 2014 2014 ثبت 2014. طبعا ملعب الجوهرة المشعة كان ب بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وكان في 2000 وكم يا سعود الوازعي انت قلت تقول لا 15 انت تتوقع 2015؟ اي اذكر اني حضرت الافتتاح. انت حضرت الافتتاح؟ اي ترى فرق سنه اي ما خاب ظني فرق سنه ترى دير بالك اي اي انتبه ترى دير بالك دير بالك يقول لك عايض الزايد دير بالك لان الاجابات اللي يعطيها يا عايض الزايد كلكم تقولون صح؟ صح 2014 2005 ها عايض ورع القلم عام 2015 ظني 2015 والله اني ما ادري صدق 2000 صح 14 الاجابه صح مبروك لا تسوي نفسي انا ما اعطيك الكويت 1953 ها قايل لك سنه فرقنا سنه ابو فارس الله يعطيك العافيه كوتش كوتش يلا حبيبي ها 400 نقطه ولا ضرب انا ما اخذ 400 لازم اقول لك كذا لازم انا للامانه يا ابو كليب ابي شوف محتار بالرقمين محتار بين رقمين نعم 13 رقم مايكك نعم ايه؟ وبين 16 وبين 16 نعم يا تفضل قول لي ان اذا على طول بما ان تاخر 13. واحد 13 لا ابي خصم انت قول الرقم اعطني 16 رقم 16 رقم انها اللحظات الحاسمه والاخيره ترى مو ابراهيم انا ترى 16 يا ربع اخوي انتوا طبيعي الورقات انتوا تدرون انه ما في خصميات اليوم ما في خصميات اليوم يعني ما في احد انخصم عليه كل النقاط راحت ثلاثه لفلاح والف راحت لخلف محمد بسرعة اوه صح 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 يعني ما ودي يعني تقلبون المواجع عليه مره ثانيه الف مبروك يا عايض الزايد شكت وهكت عشان بس اتاكد عندك طب وتخير وهذا جوك واجواك نعم خذ 1000 نقطة من متسابق حلو ولكن لا تضيفها إلى رصيدك وإنما أعطها واحد ثاني خذ من واحد 1000 نقطة وعطها واحد ثاني يلا تصدي الدور واحد سوالي قلب انا ماشي عش ايوه يتصددون هم يتصددون ها يا اتكلم شفني شفني حط عينك في عيني حط عينك في عيني شو شو ما يحط عينك في عيني شو 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 ما يحط عينك في عيني شو شو ما يحط عينك في عيني
فيصل. شباب دقيقة، خالد السهلي وينه؟ شباب خالد السهلي دقيقة بس دقيقة. في أحد غير خالد السهلي طلع؟ طيب خالد السهلي يا شباب. طيب عطوني الكاميرا هنا. ايوه بيسحب منها الست. دقيقة بس عايضة. شباب شوف أنا حريص كل الحرص، وسبق وقلت لكم أننا نلتزم بايش؟ بالفقرة. بالفقرة صح ولا لا؟ وإذا في أحد بيطلع يستأذن صح ولا لا؟ مهند بن فردان جاوب ومحمد بن سراج ما سمعها، ومع ذلك عاقبنا مهند بن فردان. خالد السهلي خرج من الفقرة ولا استأذن مني ولا قلت له أطلع، لذلك الست ساعات اللي منحت لا تنسحب منه. ما أنا ما عندي الست ساعات اللي أعيد وأكرر من جديد عشان اللي ما سمع يسمع من جديد، الست ساعات اللي منحت إلى خالد السهلي تنسحب منه. طيب بس ليه ممكن راح يخطط عشان خلاص عشان كذا يا ما في خطط انا ما في خطط. هل استأذن مني؟ لا بس يا عبد الرحمن هو عنده عشاء. معلش ذا الليل معلش لا حد يزعل مني يا شباب. خلاص عشان كذا ابو كليب عنده عشاء لما طلع من الفقره اخصم منه 1000 عطاه خلاص عشان اللي خصم 4000. ايضا 1000 نقطه تنخصم من خالد السهلي وتضاف الى خلف القحطاني. ما جي كان هذه استعمال. كم صرت الحين؟ تستاهل بعد بقول له 1000 هاشتاق اللي بدون تحيز و... كموي عليك الكاب عرفت قلت لك ضيع كم طيب الكاب خشمك يا بنت. طيب 1000